تقديم تشكيلتي الفريقين، ونبدأ بتشكيلة فريق نهضة بركان الذي يدخل لهذه المباراة بالتشكيلة التالية. في حراسة المرمى بالرقم 22 أمين الوعد، بقية اللاعبين 23 عمر النمساوي، 15 حمزة الرقراقي، 4 يوسف ودايو، 33 عبد الكريم بعدي، 26 محمد فرحان، 21 بكر الهلالي، 8 العربي الناجي، 11 زكريا حدراف، بالإضافة لكل من محسن ياجور بالرقم 9 وابراهيم البحراوي صاحب القميص رقم 3 في تشكيلة فريق نهضة بركان. بالنسبة لتشكيلة فريق الجيش الملكي الذي يدخل لهذه المباراة بالتشكيلة التالية، في حراسة المرمى بالرقم 22 أيوب لكرد، بقية اللاعبين 2 إبراهيم الدحمون، 23 بورغيس ألبرتو إيمرسون، 19 أنور ترخات، 6 عمر الجراري، 34 ربيع حريمات، 17 جلال الدودي، 10 زكريا فاتي، 8 إبراهيم أبو بكر تونغارا، 27 محمد الخلوي، بالإضافة لجوزيف كيدي غنادو رأس الحرب المهاجم الإيفواري الذي يلعب بالقميص رقم 14 في تشكيلة فريق الجيش الملكي. الأول من المباراة سيتسبب بالكثير من المتاعب لدفاعات فريق الجيش الملكي في هذه المباراة. غنادو دخل، غنادو في آخر لحظة، نعم فرصة جديدة ومحاولة أخرى يقودها فاتي، هذه المرة فاتي، زكريا سيسدد، زكريا يسدد، زكريا فاتي أن أبهر الجميع، الكل أجمع على ما نملكه من إمكانيات وسط يمين الوعد. نعم عمر الجراري سيترك المهمة لعمر، رفع عمر وصلت ليمين الوعد، عمر المباراة، التعادل السلبي ما زال وسيد الموقف. بكر الهلالي، بكر الهلالي، بكر سدد مباشرة نحو الخشبة الثلاث، لكنه وجد حارسا اسمه أيوب، جول جول. أعتقد بأن بكر سينفذها مباشرة نحو اللاعبين، لكنه نفذها مباشرة نحو أيوب لكرد. بعد ذلك تواصلت الفرصة وتواصلت المحاولة، وصلت ليوسف دايو رأسية البوركينابي. تجربة في المملكة العربية السعودية بألوان فريق الرائد جلال، جلال جلال الذي نفذ هذه الضربة الحرة المباشرة التي وجدت الحارس، الضربة الحرة المباشرة، جلال هل سيرسلها مباشرة ليمين الوعد؟ ينفذ جلال، لكن حارس المرمى من الوعد هنا الإعادة في اللقطة الماضية، هنا الإعادة في اللقطة الماضية كانت المتابعة من زكريا فاتي، فاتي هو الذي تابع الكرة وسددها في المرة الثانية. سيقوم بالتنفيذ ضربة حرة مباشرة لفريق الجيش الملكي الذي سيسعى للعودة في نتيجة المباراة، لنتيجة المباراة فريق الجيش الملكي بعد مرور 47 دقيقة. ياجور، 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 خرج أيوب لكراد، ما زالت الفرصة متواصلة لفريق النهضة البركانية، كرة طويلة، ما زالت الفرصة متواصلة، خطيرة الفرصة وخطيرة المحاولة. جلال الدودي متواصلة، الفرصة متواصلة، خطيرة جول، هدف. دقيقة 51 من عمر المباراة، من عمر المواجهة القوية بين الجيش الملكي ونهضة بركان، هنا الإعادة، هنا اللقطة، هدف التعادل، لا تصد ولا ترد. محمد الخلوي ابن مدرسة فريق الجيش الملكي ينجح في التسجيل وينجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 51 من عمر المباراة. تمريرة جميلة من جلال الدودي، كانت المتابعة من يوسف ودايو، ما كانش محمد، كانت قد لعبت بمدينة خريبكة بملعب الفوسفات. كرة لنهضة بركان، كرة لنهضة بركان، تسديدة قوية من بكر الهلالي، ألبرتو بورغيس مونتيرو، كانت فرصة حقيقية للتسجيل، الجهة اليمنى، كيف سيتم التعامل مع الفرصة والمحاولة؟ جيدي غنادو، يستعد رضا سليم، رفع رضا سليم، هدف، نعم الهدف الثاني لفريق الجيش الملكي في المباراة، كيف التسجيل، ركنية رضا سليم، رفع رضا
ارفع عارضة سليم، كانت الرأسية لا تصد ولا ترد. رأسية جوزيف جيديغنادو. جوزيف جيديغنادو يسجل هدف التقدم. كان خاض 7 مواجهات فاز على نهضة أتلتيكا زمامرة. كرة خطيرة لنهضة البركانية، تدخل في آخر لحظة، التعليم المباشرة هل سيرسلها مباشرة في اتجاه أمين الوعد؟ نتابع جلال الداودي. هنا الإعادة، هنا اللقطة الماضية، هل أمين الوعد أم العارضة؟ نعم العارضة وليس أمين الوعد. بركان كرة طويلة، العرضية خطيرة، ألان تراوري يصوب. ألان تراوري البوركينابي، ألان الفرصة الأخيرة والمحاولة الأخيرة نعم لفريق النهضة البركانية من أجل التسجيل. أمين الوعد حارس المرمى يتقدم، أمين الوعد الذي تقدم نحو منطقة الهجوم من أجل مساندة الزملاء. كرة من جديد خطيرة، حارس المرمى غير موجود. متابعة اللقطة، بطاقة حمراء نعم لبكر الهلالي.